أمطار غزيرة شهدتها المنطقة في الساعات الماضية، العزبة ومعيزيلة، وهناك أمطار غزيرة وشكلت سيول جارفة، وهناك أضرار مادية ضربت بعض منازل المدنيين. ونطالب الجهات المعنية المختصة والمنظمات الإنسانية بمساعدة أهالي المنطقة من كافة الاحتياجات التي تنقص المنطقة. واحنا منطقة ناسحين من منطقة حطلة على معيزيلة، الأمطار مستمرة، البيوت كلها طينية، البيوت مي مخدمة، المنطقة مي مهيئة للسكن خالص، الشوارع مي معبدة، الشارع بده سفينة تتعدي منه، لا مجلس خدمي ولا ما حد سوى لنا شيء بهالمنطقة. شوفون وضع السيلان والبيوت، هنا احنا نازحين من القرى السبعة المهجرة وفيضانات وبيوت انهدت هنا، شوفت عينكم يعني السيلانات هاي، الله المستعان، يعني لا بلديات لا شيء لا عمل لا طرقات، كلها مسكرة عنا يعني، ودبرها الله رب العالمين.